السلام عليكم يا شباب، معاكم فاروق، واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات جوكر سوفت. وفيديو النهارده هنشرح فيه طريقه عمل جيل بريك لاصدارات iOS 14.2 على نظام الماك، وتحديدا على نسخه هاكنتوش. واللي ما يعرفش الهاكنتوش فهو نسخه ماك او اس، لكن بيتم تثبيتها على اجهزه البي سي سواء ديسكتوب او لابتوب، وهتلاقوا ليها شروحات كتير على اليوتيوب. يعني تقدر تعمل جيل بريك لو عندك جهاز ماك او نسخة هاكنتوش بدون جهاز ماك. وكمان هنشرح تجربة عمل جيل بريك لاصدارات iOS 14.2 على انظمة الويندوز، لاننا عارفين ان كل طرق الجيل بريك لاصدارات iOS 14 بتفشل على الويندوز، وده لحد تاريخ رفع الفيديو، لان اكيد هيتم تحديث ملفات الجيل بريك الايام اللي جاية وهتنزل تحديثات جديدة. بس احنا هنجرب طريقة عمل الجيل بريك على الويندوز باستخدام ملف مختلف عن اللي كنا شرحناهم قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت، لكن تجربة الجيل بريك على الويندوز هنخليها في اخر الفيديو لان فيها ملاحظات هقول لكم عليها، يعني اتابع الفيديو للنهاية. وكمان هنشرح طريقة عمل تخطي غير مقيد لحساب اي كلاود لاصدارات 14.2 باستخدام برنامج مجاني، يعني بدون بوكسات ولا دونجولات. ومعلش ممكن الفيديو ده يكون طويل شوية علشان نفصل فيه بعض النقط المهمة. ودلوقتي لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتنا يبقى تنزل تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ويلا بينا نبدأ شرحنا. والموبايل اللي هنجرب عليه هو ايفون 6S عليه اصدار iOS 14.2، وده احدث اصدار iOS لحد تاريخ رفع الفيديو. واول خطوة دايما لازم نبدأ بيها هي عمل جيل بريك للايفون اللي معانا. وزي ما قلنا هنبدأ بطريقة عمل الجيل بريك على نظام الماك. واول حاجة هنروح على موقع شيكرين علشان نحمل ملف الجيل بريك، وهسيب لكم الرابط في الموضوع اللي موجود في وصف الفيديو. ولما ندخل على الموقع هتظهر لنا احدث نسخة متوفرة من ملف الجيل بريك، وهي نسخة 0.12، وده اصدار تجريبي ليها، ودي اخر نسخة متوفرة من ملف الجيل بريك لحد تاريخ رفع الفيديو. ولما ننزل ونشوف المميزات الجديدة في الاصدار ده من ملف الجيل بريك هنلاقيه داعم اصدارات 14.2، وكمان داعم الاجهزة اللي عليها معالجات A10 و A10X، وطبعا مع اصلاح بعض الاخطاء اللي كانت موجودة في الاصدار اللي قبله من ملف الجيل بريك. ودلوقتي هننزل ونحمل ملف الجيل بريك، وهنحمل النسخة الخاصة بنظام الماك او اس. وبعد ما حملنا ملف الجيل بريك بتاعنا هننقله على فلاش ميموري خارجية، لكن لو انت اصلا عندك جهاز ماك مش هتحتاج تنقل ملف الجيل بريك، لكن انا عشان هجرب على نسخة الهاكنتوش. ودلوقتي هنعمل ريستارت لجهاز الكمبيوتر وهندخل على نسخة الماك بتاعتنا. وبعد ما الجهاز يشتغل هنوصل الفلاش ميموري بتاعنا في مخرج اليو اس بي، وهننسخ ملف الجيل بريك وننقله على سطح المكتب. وبعدها هنضغط عليه دبل كليك وهيفتح معانا بالشكل ده، وهنضغط عليه تاني علشان نشغله وهيشتغل معانا وهيفتح على واجهة ملف الجيل بريك اللي كلنا عارفينها. ودلوقتي هنوصل الايفون بتاعنا بكابل اليو اس بي في الوضع العادي. وهنلاحظ ان برنامج الجيل بريك اتعرف عليه وقرا موديل الايفون ونسخة الاي او اس اللي عليه. ودلوقتي هنضغط على ستارت وهيبدأ البرنامج في ادخال الايفون لوضع الريكفري. وبعد ما الايفون يدخل لوضع الريكفري هتظهر شاشة تانية، ومنها هنضغط على ستارت تاني وهندخل الايفون لوضع ديفيو مود. ولما الايفون يدخل لوضع دي اف يو مود
هيبدأ البرنامج في كتابة ملفات الجيلبريك عليه. هنستنى شوية لحد ما يخلص عملية الجيلبريك وتظهر لنا كلمة All Done. وبعدها الموبايل هيعمل ريستارت ويدخل تاني للوضع العادي. وبكده نكون عملنا جيلبريك ناجح وسريع لإصدار iOS 14.2. ودلوقتي هنعمل ريستارت للكمبيوتر وندخل على الويندوز بتاعنا عادي علشان نعمل تخطي لحساب الاي كلاود، وهنعمل تخطي غير مقيد لإصدار iOS 14.2 باستخدام برنامج IFRB file، لأن البرنامج ده ممتاز جدا وفيه مميزات تانية مهمة غير تخطي الاي كلاود، وأكيد هنشرحها كلها في فيديو تاني منفصل. لكن دلوقتي هنشغل البرنامج وهنوصل الايفون بكابل اليو اس بي، وهنلاحظ انه قاري معلومات وانفو الايفون كامل، وكمان تقدر تكتب اسمك او اسم محلك او شركتك في خانة Change Status Name، والاسم ده هيظهر في الايفون من فوق مكان اسم الشبكة. ودلوقتي هنضغط على Untethered by Boss، وهيبدأ البرنامج في عملية تخطي حساب الاي كلاود من الايفون، وهنسيبه لحد ما يخلص عملية التخطي. وهتلاحظ ان الايفون بيعمل ريستارت تلقائي، هتسيبه زي ما هو وما تحاولش تقفله او تفصل الكابل لحد ما عملية التخطي تخلص وتظهر لنا رسالة نجاح عملية التخطي. ودلوقتي هنروح على الايفون ونكمل الاعدادات الاولية زي اختيار اللغة والبلد، ومش هيطلب مننا اي حساب اي كلاود. وبكده نكون نجحنا في عمل تخطي غير مقيد لإصدار iOS 14.2. وبالمرة ممكن نوقف التحديثات الهوائية ونعمل بلوك التحديثات OTA، ودي تقدر تعملها بسهولة وانت موصل الايفون بالكابل. وبعدين هنرجع تاني للبرنامج وهنضغط على بلوك OTA Update، وهنسيب البرنامج لحد ما يخلص وتظهر لنا رسالة نجاح العملية.
ودلوقتي هنجرب نقفل الايفون باور ونشغله تاني ونشوف هل رجع يقفل تاني بحساب الاي كلاود ولا لسه شغال. وبعد ما الموبايل اشتغل هنلاحظ انه واقف على اختيار اللغة والبلد، لكن لو كملنا الاعدادات الاولية هنلاحظ انه دخل قائمة واشتغل تاني بدون اي مشاكل وبدون ما يطلب حساب الاي كلاود مرة تانية. ودلوقتي نكون نجحنا في عمل جيل بريك وتخطى اي كلاود ناجح لاصدارات iOS 14 و2. نيجي بقى لتجربة عمل الجيل بريك على الويندوز، وطبعا انا جربت على نفس الموبايل ده بعد ما عملت له تخطي، وطبعا اغلب اصدارات الجيل بريك على الويندوز لا تدعم اصدارات iOS 14 و2 لحد تاريخ رفع الفيديو، ولو معاك جهاز ايفون عليه اصدار 14 و2 هتلاحظ ظهور رسالة على برنامج الجيل بريك بتقولك ان الموبايل غير مدعو. لكن وانا بتمشي على تويتر وبلف لفة لقيت تويتر الملف جيل بريك جديد اسمه RA1N Linux، وانه داعم الجيل بريك لاصدارات iOS 14 و2 على نظام الويندوز، فقلت ادخل على الرابط واعرف تفاصيل اكتر. ولما دخلت على الموقع لقيته باللغة الصيني لكن ترجمته على جوجل، ونزلت اشوف طريقة العمل والاستخدام، واللي فهمته انك بتعمل شرينك او بتقتطع مساحة من الهارد ديسك، وبتكون مساحة صغيرة يعني مثلا 1 جيجا، وبعدها بتثبت ملف الجيل بريك عليه. وكمان لقيت فيديو بيشرح العملية بس للأسف باللغة الصيني، حتى الترجمة اللي عليه صيني برضو، فقلت احمل الملف وهو بصيغة ايزو وبعدها اشوف هعمل ايه. وبعد ما حملت ملف الجيل بريك قلت اجرب احرقه على الفلاشة ببرنامج روفس، وده البرنامج اللي شرحناه قبل كده في الفيديوهات اللي فاتت. وفعلا بدأت احرق الملف على الفلاشة واستنيت لحد ما يخلص حرق الملف، لكن بعد ما خلص فتحت الفلاشة لقيت عليها ملفات مشابهة لملفات البوت بتاعت الويندوز، فقلت برضو اجرب مش هخسر حاجة، وسبت الفلاشة متوصلة ورسترت الكمبيوتر ودخلت على قائمة البوت واخترت الاقلاع يكون من الفلاشة. وبعدها ظهرت بعض اوامر الدوس في الشاشة السوداء واستنيت شوية واتفاجئت انه فعلا اشتغل وظهر واجهة برنامج الجيل بريك اللي كلنا عارفينها، فوصلت الايفون بالكابل ولاحظت ان البرنامج قاري موديل الايفون ونسخة الاي او اس اللي عليه، لكن بدون ما يقول انه غير مدعوم زي ملفات الجيل بريك اللي احنا متعودين عليها. وكمان ظهرت بعض المعلومات عن الايفون في سطور تحت البرنامج، فقلت اكمل التجربة واحاول اعمل جيل بريك، وعملت الخطوات المعتادة، لكن مع كل خطوة كانت بتظهر السطور المستفزة في اي مكان وبتشوه شكل البرنامج، وكمان بتمنع الرؤية لانها بتغطي على البرنامج. وبالفعل بدأ البرنامج في كتابة ملف الجيل بريك، لكن لسوء الحظ ظهر خطأ 77 والبرنامج ما كملش عملية الجيل بريك. واعتقد ان الخطأ ده سببه اما الكابل فيه مشكلة او محتاج ان اعمل ريستارت واجرب تاني، او نسخة الجيل بريك نفسها فيها مشكلة، او الايفون نفسه فيه مشكلة، لان اوقات بتظهر اخطاء لما تيجي تعمل جيل بريك للايفون ولازم ساعتها تعمل ريستور وترجع تعمل جيل بريك تاني، ففي اكتر من سبب للخطأ ده. وعلشان كده حبيت اشارككم التجربة وانتوا تجربوا ملف الجيل بريك ده على ويندوز وتقولولي هل تمت عملية الجيل بريك بنجاح لما استخدمتوا الملف ده على ويندوز ولا لا.
وانا احاول اجرب الجيلبريك على كمبيوتر تاني وموبايل تاني، ولو نجحت العملية هعمل لكم فيديو منفصل للطريقة كاملة. وبس كده، ومعلش طولت عليكم، بس كان لازم اقول لكم على كل التفاصيل زي ما تعودنا دايما في فيديوهاتنا وشروحاتنا. ومش عايز افكركم لو استفدتم الشرح ما تنسوش تعملوا لايك وتشاركوا الفيديو مع صحابكم وتشتركوا في القناة وكمان تفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الفيديوهات الجديدة اول باول. واشوفكم على خير الفيديو اللي جاي ان شاء الله. سلام.